عقد القائم بعمل رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبول اجتماعا بحضور وزراء التجارة والتنمية المحلية والتخطيط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية تنفيذها في محافظات الصعيد. في هذا الاجتماع تم بحث الموقف المتعلق بتمويل البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الموجه إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم اعتماد خطة التنمية المقترحة للعام الأول للبرنامج المقرر تنفيذها اعتبارا من شهر يناير المقبل بالمحافظتين. تطرق الاجتماع إلى المشروعات المقرر تنفيذها في 8 قطاعات بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية قدرها 1,120,000,000 جنيه، ومناقشة للمشروعات المقترحة في 5 قطاعات بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية قدرها 930,000,000 جنيه.